وطبعا جواب ادسنس وصل زي ما انتم شايفين. جواب ادسنس وبعد بالشكل ده، طبعا مش عايز اوريكم اللي مكتوب طبعا في الجنب اللي عندي هنا عشان ايه، في حاجات يعني تبعي. يعني زي ما انتم شايفين عملت فيديو ان انت ازاي تضمن ان جواب ادسنس يوصلك، والفيديو ده طبعا هسيبه لكم في الوصف، وهسيبه لكم دايما هيظهر قدامكم في علامه الاي اللي هتظهر، وبرده هسيبه لكم في نهايه الفيديو. عملت فيديو ازاي تضمن ان البين كود يوصلك، ونشرت الفيديو ده، وفي ناس طبعا قالت لي الطريقه دي البين كود مش هيوصل، وده طبعا اثبات البين كود وصل. طبعا دي مش ورقه انا مفبركها زي ما انتم شايفين، لو عملنا كده عشان بس نبقى ايه كل حاجه تمام زي ما انتم شايفين. اوضحها لكم اكتر، زي ما انتم شايفين كده ده البين كود، وده الرقم اللي انا مخبيه ده اللي ظاهر اهو الظرف قدامكم، هو ده بقى البين كود تمام. البين كود ده عشان الناس اللي ما تعرفش، البين كود عباره عن رساله بتجيلك من جوجل ادسنس، بيبقى فيها مكتوب فيها رقم تفعيل. الرقم ده بتكتبه في حساب الادسنس عشان حساب الادسنس بتاعك يتفعل. فطبعا البين كود طبعا وصلني النهارده، فعملت الفيديو طبعا عشان انا قلت لما البين كود يوصلني هطلع واقول لكم في الفيديو ان البين كود وصل. فطبعا اللي برضو مش عارف البين كود بيوصل ازاي ولا بيتبعت ازاي، فبرضو هسيب لكم اللي تقدر ان انت تشوف الفيديو موجود، هتعرف من خلاله ازاي ان انت تطلب البين كود بطريقه صحيحه 100% وضمان وصول البين كود يوصلك لحد باب البيت. زي ما انتم شايفين طبعا ادي البين كود، هسيب لكم طبعا الفيديو في الرابط اسفل، هسيب لكم الفيديو دوت الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الديسكريبشن، وهيظهر برضو دلوقتي هو عند علامه الاي في اخر الفيديو. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله.